شريف اسماعيل. إذن وسالته في الموضوع قال لي يا اخي انا بقول لحضرتك قال لي القضيه كلها احنا بندفع دعم لطاقه المنتجات 130 مليار فازاي ازاي يصل لمستحقين؟ لو وصلنا لانه في مافيا عشان سرقه المنتجات البوابين اللي بيلموا الانابيب المنتجات دي قضيه اخرى دي قضيه هو ما بعرفش يعني ولا بيتكلم اقتصاد ولا بيتكلم قانون فهو يجيب لي حد متحدث رسمي. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ ثروت شلبي نائب رئيس تحرير جريده الاهلي شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعه هذه الحلقه من هذا الصباح غدا يوم جديد وفريق عمل جديد الى اللقاء. We'll be right back.